طيب هتكلم مع حضراتكم عن المباراة، بس فرصة واحد من أبطال البعثة نتكلم معاه ونبارك له، الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي في المغرب. يا فندم ألف مليون مبروك كالعادة، رافعين راسنا للسما فوق. حبيبي الله يبارك فيك، مبروك لجمهور النادي الأهلي والشعب المصري. النادي الأهلي النهارده كان بيمثل مصر مش بيمثل بس جمهور النادي الأهلي، ألف مبروك ليهم ومبروك للعيبة والجهاز الفني. الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا النهارده. النهارده يا استاذ محمد حسينا الاهلي واقف على رجله ثبات. ملعب محمد الخامس، انا قلت لسه للساده المشاهدين اللي ما يعرفوش ملعب محمد الخامس، هو ملعب صعب يضغط على اي فريق في الدنيا. النهارده الاهلي كان بيلعب بكل هدوء وثبات وبخبرات عظيمه جدا وباسم النادي الاهلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، اللعيبه كلهم عندهم خبرات كبيره، الجهاز الفني والجهاز الاداري والطبي كلهم خبرات كبيرة، عرفوا يتعاملوا مع الماتش بشكل جيد جدا. مستر كولر اتعامل مع الماتش كويس قوي. الحمد لله اللعيبة كانوا رجالة وعلى قدر يعني قدر المسؤولية زي ما بيقولوا، زي ما عودونا دايما وزي ما عودوا جمهورهم. فالحمد لله ربنا كرمنا، البعثة كانت مركزة من أول يوم، ده كان حرصنا من أول يوم إن كل واحد يبقى مركز، كل واحد بيأدي دوره. والحمد لله زي ما اتعودنا النادي الأهلي دايما ماشي بسيستم، فكملنا السيستم زي ما هو اللي اتعودنا عليه، زي ما كل زملائي اللي كانوا موجودين ومش موجودين بيطلعوا بعثات قبليه ومعايا، كلنا كنا بنمشي على نفس السيستم واحد، عندنا منهج بنمشي عليه. الحمد لله رب العالمين، يعني ببارك لزمايلي وببارك لجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري، ببارك الكابتن الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي على هذا الفوز وعلى ان احنا وصلنا للدور اللي بعديه. الحمد لله رب العالمين. النهارده مارسيل كولر كمان عمل مباراه كبيره يا فندم. مارسيل كولر الفنان اللي كان عليه بعض الانتقادات في بعض المباريات الافريقيه الماضيه، النهارده عمل مباراه كبيره جدا، وتحس كده انه خلاص خد على الاجواء الافريقيه. وبطبيعه الحال اي مدرب اجنبي ما يقدرش يخش الاجواء الافريقيه سريعا، بس هو قدر بسرعه اهو. النهارده شفنا مباراه تكتيكيه رائعه جدا منه. هو النهارده لعب مباراه تكتيكيه بشكل كبير جدا، والحمد لله رب العالمين خرج من المباراه من المطلوب منها بشكل جيد جدا. اللعيبه كانت واقفه على رجليها كويس قوي، اللعيبه كانت على يعني في مستوى رائع لتنفيذ التعليمات اللي كانت مطلوبه منهم، وده كان واضح جوه الملعب لاي حد بيتفرج. فالحمد لله ربنا كرمنا النهارده. الفريق هيتوجه للامارات مباشره ولا هيعود للقاهره الاول يا فندم؟ لا هيعود للقاهره ان شاء الله. هيعود للقاهره الاول. استاذ محمد الغزاوي انا ببارك لك وبهنيك وبقول لك انتوا فرحتوا الشعب المصري كله كالعاده، بشكرك شكرا جزيلا عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي في المغرب. نيجي للمباراه مره ثانيه.